في 12 ربيع الأول من كل عام هجري بيحتفل 1.5 مليار مسلم في كل أنحاء العالم بالمولد النبوي، وطبعاً أشكال الاحتفال بتختلف بشكل كبير من بلد للتانية وأكيد من طائفة للتانية. وهنا يجي أول سؤال في حلقتنا، هل فعلاً يوم 12 ربيع الأول هو يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولا يوم توافقي زي ما حصل مع ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام؟ وليه شكل الاحتفال في مصر فيه حلاوة المولد خصوصا العروسة والحصان؟ تعالوا ندور على الإجابة مع بعض. نبدأ بالسؤال الأول الخاص بتحديد 12 ربيع الأول كيوم المولد النبوي، واللي من المعروف المؤكد إن محدش كان عارف بالظبط التاريخ المحدد، لكن في أيام كتير اتحددت وأغلبها كان خلال شهر ربيع الأول. بس من المؤكد وبناء على حديث نبوي شريف إن النبي عليه الصلاة والسلام اتولد يوم 2، وده أحد أسباب صيام يوم الاثنين. لكن زي ما قلنا إن حكاية 12 ربيع الأول هو تاريخ توافقي. نيجي الأول من احتفل بالمولد النبوي. يقال إن أول من احتفل بالمولد النبوي بشكل منظم هو الملك المظفر أبو سعيد ككبري ابن زين الدين علي ابن بكتكين اللي كان حاكم أربيل في شمال العراق. أما بقى في مصر فكان الفاطميين. خلونا نحكي قصة الاحتفال بمولد النبي في مصر وليه قصة العروسة والحصان. في أكتر من قصة بتتحكي، هنقولهم وهنقول لكم ايه اقرب قصة للحقيقة. اول قصة بتقول ان الخليفة الفاطمي كان بيشجع جنود المنتصرين على اعدائه بتزويجهم لعروسة جميلة، واصبح في عادة وقتها ان يبقى فيه احتفالات للنصر كل سنة. كان في ديوان اسمه ديوان الحلوى تابع للخليفة، بيقوم بصناعة عرايس جميلة من الحلوى لتقدمها كهدايا للقادة والجنود المنتصرين، ومعاهم طبعاً عامة الشعب والأطفال. في رواية تانية بتقول إن الحاكم بأمر الله كان بيحب إن واحدة من زوجاته تخرج معاه يوم المولد النبوي وتلبس في الموكب فستان ناصع البياض وعلى رأسها تاج من الياسمين. فقام صناع الحلويات برسم الأميرة والحاكم في قالب على هيئة عروسة جميلة، والحاكم في شكل فارس راكب حصان. بعد كده أمر الحاكم بأمر الله إن كل أفراح الزواج وعقد القران تكون في مولد النبي بس، ودي أقرب تفسير للحقيقة. قصة تالتة مرتبطة بفكرة عروسة النيل، لأن العروستين مرتبطين بمولدين، مولد النيل والفيضان ومولد الرسول عليه الصلاة والسلام. رأي رابع بيقول إن الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله كان غريب الأطوار، وإنه حرم على المصريين عمل الأفراح وأي نوع من الاحتفالات أو الزينة، وكمان منع خروج الستات لمدة 7 سنين إلا بس في مولد النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الناس طبعاً ما بتصدق مولد النبي يجي عشان اللي عايز يتجوز يتجوز، وبسببها ظهرت العروسة والحصان واللي بيمثلوا العروسة والعريس، وده برضو سبب قوي يجي في الترتيب كرقم 2 بعد السبب الخاص بكون العروسة والحصان هما الحاكم وزوجته.